وأصحابي هنتعلم مع بعض الألوان باللغة العربية والإنجليزية، تابعونا. أحمر red، أحمر red. يوجد اللون الأحمر في التفاح وفي الطماطم. أخضر green، أخضر green. يوجد اللون الأخضر في الخيار وفي الزيتون. أزرق blue، أزرق blue. يوجد اللون الأزرق في السيارة وفي العصفور. أصفر yellow، أصفر yellow. يوجد اللون الأصفر في الشمس وفي الليمون. بنفسجي purple، بنفسجي purple. يوجد اللون البنفسجي في العنب وفي الفراشة. رمادي gray، رمادي gray. يوجد اللون الرمادي في الفيل وفي الأرنب. برتقالي orange، برتقالي orange. يوجد اللون البرتقالي في البرتقال وفي اليقطين. بني براون، بني براون. يوجد اللون البني في الدب وفي الشوكولاتة. أبيض white، أبيض white. يوجد اللون الأبيض في الخروف وفي القطة. أسود black، أسود black. يوجد اللون الأسود في الريشة وفي الغراب. وردي pink، وردي pink. يوجد اللون الوردي في هذه الزهرة وفي هذا الثوب. وبكده يا أصحابي يكون خلص فيديو النهاردة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. انتظرونا.